بعض العائلات التونسية يعانيون من الاضطرابات السلوكية لدى أبنائهم، البعض منهم اختار التعامل معها في العلن والبعض الآخر اختار التستر عليها. اليوم نحكي على الاضطراب السلوكي الحركي والمعروف كذلك بالتوحد. برنامجكم شيء ما يتخبى، حاول يظهر الأسباب، طرق العلاج، كيفية التعامل معه وأيضا كيفية الوقاية منه. خرجنا طرحنا أسئلتنا على أطباء ومختصين وهذا كان تفسيرهم لاضطراب التوحد. تابعونا. التوحد صحيح هو مرض جديد وقاعد يزيد بصفة كبيرة، ولكن ما نجموش نعطيو كونفيرماسيون، معناها ناكدوا انه مربوط باللي بيرتورباتور اندوكرينيان. صحيح انه المؤثرات الخارجيه برشا وقاعده تمشي وتزيد والامراض قاعده تمشي وتزيد، ولكن لو ليان دو كوزاليتي، معناها العلاقه اللي باش نكونفيرميو بها انه دوز افي، معناها الدوز دو سوبستانس هذيا تعطيك الاوتيزم، راهو ماهوش موجود. ما نجمش نقول لك انا نكونفيرمي لك انه سوبستانس فما حاجه قاعده تستعمل فيها الناس اللي هي قاعده تزيد في امراض التوحد، هذا ماهوش موجود. ماهيش فما، ما فماش كونفيرماسيون دو كوزاليتي، معناها علاقه ترابط بين هذا وهذا، ما فماش. ما هي فقط امكانيه مش سبب رئيسي. لا مش امكانيه، هي ملاحظات انه برشا مؤثرات خارجيه تنجم تكون لي بيستيسيد، اللي كيفاش نقولوا لي بيستيسيد، هما اللي الادويه اللي نستعملوا فيها للغلال للخضره اللي قاعدين نستعملوا فيهم برشا في مكلتنا وفي فلاحتنا وفي كل شيء. ينجم يكونوا زاده لي برودوي شيميك، المواد الكيميائيه اللي نستعملوا فيها في لي بلاستيك، معناها برشا مؤثرات مع بعضها تنجم تكون عندها علاقه بالاوتيزم، ولكن ما فماش حاجه معينه نجم نقول لك هي اللي تعطي الاوتيزم. لي بيرتورباتور اندوكرينيان، وانا قلت اللي هي تكثر في ظهور الاوتيزم، مرض التوحد عند الصغار. الحقيقه هو مش على خاطر صغير تناول هذه، ولكن عند الام، وخاصه الام كي تبدا اونسانت بيه وحتى قبل، دونك هي تكون موجوده المفاعلات هذه في بدنها، معناتها دي بيرتورباسيون اندوكرينيان من جراء كما قلت لكم البيستيسيد، من جراء الادويه ساعات اللي تاخذها، كنا نعرفوا الحكايه هذه، ستريس اللي تعيشه، وهذا بيدو معناتها يعمل كيف، معناتها يعمل دي بيرتورباسيون في الخلايا نتاعنا التناسليه، مما ينجر عنده برشا امراض عند الصغار. انا نذكر منهم مثلا مش حتى كان التوحد، مما حتى اورام، معناتها امراض خبيثه تظهر عند الصغار من جراء استعمال المراه حاجات كانت تاخذها بصفه تلقائيه بنال، معناتها تاخذ ان تريتمون بنال، لكن من بعد اكتشفنا اللي يظهر عند الصغار اللي كي تحبل بهم من بعد، معناتها كيما الديستيلبان ولا كيما لي تريتمون اخرين، صغارها من بعد يظهر عندهم اورام. احنا مادام نعرفوا اللي سوجي نتاع الاوتيزم هو بريسك سي ان سوجي فلو، معناها الاوتيزم خاطر حاجه مازلنا سيانتيفيكمون ما وصلناش حطينا صبانا على الدي وين موجود بالضبط. يعني اليوم كيف نحكيو على لي بيرتورباسيون اندوكرينيان، نجمو نعتبروهم كاسباب رئيسيه ولا احنا لحد اليوم نتحدثوا على مناعه؟ لا ما نجموش نقولوا كاسباب رئيسيه، لكن نحن توا في لي بيرتورباتور اندوكرينيان نجمو نقولوا منهم عامل من العوامل اللي تعمل الاوتيزم، لكن باش يكون هو رئيسي لا. مازلنا ما خلطناش باش نقولوا الحكايه هذه، خاطر كان يطلع سبب رئيسي وقتها تحلت المشكله، لكن لي زيتود ورات اللي العباد اللي عاشت في انتوراج فيه برشا بيستيسيد واللي انتوراج اللي فيه برشا ستريس وبرشا واحد، هما اللي صغارهم عندهم احتمال الاصابه بالاوتيزم موجود. لي بيرتورباتور اندوكرينيان هو عامل من عوامل معناتها كثرة، يكون سبب في كثرة الإصابة بالأوتيزم بمرض التوحد عند الصغار نتاعهم، لكن رئيسي لا. مازلنا ما خلطناش باش نقولوا. توا مدام باعتبارك طبيبة، يعني نورمالمون تنجم تقيم لنا المستوى العلاجي اللي وصلته تونس في علاج التوحد، زعما وين وصلنا بارابور للدول المتقدمة في الشيء هذا؟ الحقيقة مازلنا بعاد.
ما زلنا بعد برشا، خاطر مرض التوحد يلزموا الساعة أولا نقوموا بالكشف نتاعو، الكشف المبكر، يلزم الدياغنوستيك يكون فريمون من الصغير قبل ما يمشي بالحق، قبل ما يولي عمره عام يلزم الأم تشوف ولدها بالديبيستاج، أنا نقول بالتقصي، ووقت اللي نفيقوا اللي التقصي معناتها قمنا به، ووقتها نقوموا بالعلاج نتاعنا اللي بالأورتوفيني بحاجات معناتها نعلموا الأم كيفاش تتعامل، الأم كيفاش تتعامل مع صغيرها، لكن احنا مازلنا بعاد بعاد بعاد، التقصي مازلنا بعاد برشا، وانا ناشد معناتها اطباء نتاعنا الصف الاول خاصه واطباء العاله وزاده الاطباء اللي يخرجوا للطب المدرسي، فريمون يلزمنا نفيقوا بهم على بكري، ساعات نفيقوا بحالات معناتها متاخره، انا نقول في الاوكازيون نتاع فشل دراسي فينا الماما ما ينجحش صغير ومن بعد نلقاه عنده دي تري دوتيست، لا في تونس مازلنا كما قلت لك بعاد 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 برشا. مدام لو كان تزيد تفسر لنا انت الاضطراب اللي موجود عند الصغيرات هذا باعتباره ظاهره كبيره قاعده يعيشها الشعب التونسي، وكيفاش المراه والا يعني العائله تنجم تحمي ارواحها من الاضطراب هذا؟ والله ايش كيفاش باش نقول لك، هو الاضطراب الهرموني يبدا من الحبيله نتاع المراه، معناها الصغير ديجا كيف يتولد ما عادش يتولد لاباس عليه، على خاطر فما عوامل وراثيه وعوامل مناخيه وعوامل انفيرومونتال معناها بيئيه وكل شيء تتعرض فيهم المراه وقت الحبيله نتاعها، التسع شهور هذوك نتاع الحبيله كلهم باش يتعداو للصغير مع بيان سور العوامل الجينيه الوراثيه مع العاديه، دونك الصغير يتولد عنده بريديسبوزيسيون معناها ديجا حاضر لبعض الامراض، فما صغار تلقاه عمره 7 شهور وهو البوا نتاعو زايد برشا، هذايا ما ينجمش يكون من الغذاء اللي ياخو فيه في الصغر نتاعو اكاهو، فما عامل جيني وعامل وراثي خلاه، وهالعوامل هذه تتعرض فيهم المراه للحبيله نتاعها، دونك شنو معناها شنو نحاولوا ننصحوا انه نحسنوا في نوعيه الماكله نتاعنا، ننتبهوا اكثر للي بيرتوباتور اندوكرينيا اللي موجودين في لي برودوي شيميك، في الحاجات في المواد الكيميائيه اللي نستعملوا فيها كوم ديتيرجون معناها الجافيل الدينول الحاجات اللي نغسلوا بهم في الدار، نردوا بالنا زاده من لي لانجيت من لي بيبرون اللي نعطيو فيهم للصغيرات، نحاولوا فما توا دو نوفو برودوي ولاو محطوطين فيهم سان بارابين، كلمه بارابين راهو سي بيرتوباتور اندوكرينيان، كي يقول لك سان بارابين معناها شامبوان سان بارابين ماذا بيك تاخذوا، فما ديزانديكاتور موجودين في ليتيكتاج معناها في الحاجات اللي لصقوها على لي برودوي اللي باش نشريوهم، كيف نردوا بالنا شويه يمكن نجموا نقصوا من ونقصوا زاده من التلوث ومن الماكله نتاع الحاجات اللي مش مغسوله، ونحاولوا نعملوا الماكسيموم. الاضطراب هذا قاعدين نلاحظوا فيه فما معناها ظهور قاعد يتكثف معناها من يوم لاخر اكثر، معناها كل مره نكتشفوا له فما ازدياد في العدد، والازدياد هذا ربما يرجع لعدة أسباب، منهم مثلا التشخيص، يعني ولاو فما الطب والقطاع المهتمين بالصحة ولاو يخموا في الاضطراب هذا، دونك في ساعة يقع التشخيص نتاعه ولا شك فيه ويبعث الصغير اللي هو مازال صغير القطاع ولا طبيب مختص، هذا عنصر اللي يخلي كونه التشخيص ولا يصير بطريقة أكثر شوية، وفما زاده معناها ربما عناصر اخرى خلت كون المرض هذا ولا موجود ولا فيه معناها تكاثر في العدد. دونك الاسباب نتاع الاضطراب هذا فيه برشا نظريات، يعني بحكم انا بالصدفه ولا بالواحد معناها عندي بنتي عندها الاضطراب هذا، دونك تعمقت شويه في الموضوع، مانيش مش ندعي لا اختصاص واحد شيء، ولكن هو فيه برشا عناصر تخلي كونه الاضطراب هذا موجود، فيه نظريات موقعش توا لحد الان البت في كونه شنو هو السبب المباشر ولا شنو الاسباب اللي تتداخل مع بعضها، ولكن فما برشا عناصر على كل حال اللي عندها دخل كان مش في السبب في المرض مش تكون تساهم في كونه الحاله تتعقد اكثر ولا الحاله ما تتحسنش. الاسباب هذه ساعة اسباب محيطيه، المحيط اللي نعيشوا فيه والماكله اللي ناكلوا فيها
والمعناها المحيط الهوائي والمحيط كل ربما يكون عنده دخل من ناحية كونها تكاثرت هالريون موت، كاثرت التلوثات، كاثرت ربما يكون هذا عندها تأثير مباشر ولا غير مباشر، هذا معناه فيه نقاش. الأسباب الثانية هي الوسائل الاتصالية اللي موجودة، هذا معناها هواتف، وهذا معناها أورديناتور، وهذا قنوات تلفزيونية اللي ولات متكاثرة ولا صغير، معناها الوالدين بحكم الانشغال متاعهم ساعات يضطروا بين قوسين، خاطر هو في الحقيقة مش اضطرار، ما عندهمش الحق، ما ربما ظروفهم تحتم عليهم، كون يحط صغيره قدام التلفزيون اللي هو عمره 6 أشهر ولا اللي هو معناها بيبي مازال ما يفهمش، على أساس أنه وكل الحس وكل الغناء وكل الأمبيونس اللي مش تخلقها التلفزيون هذيك تسهي البيبي، والولي يلقى روحه معناها ينجم عنده شغلاته الأخرى قاعد لاهي بها. هذا هو عنصر اللي ربما يكون عنده دخل زادة كمش متأكدين منه. القنوات، فما قنوات معينة اللي تعطي في برامج فيها معناها ربما تأثير على النمو الذهني ولا على الاضطرابات اللي هي نفسية. طبعا من ناحية ثانية، هل المرض هذا هو مرض ذهني، ولكن المدارك العقلية فيه طيب أطياف، ولا تفهم أطياف التوحد، ما عادش فما طيف التوحد، ما عادش فما توحد، يعني ما فيهوش نوع متاع مرض، هو أنواع. فيه الأمراض ولا فيه بعض المرضى اللي عندهم نوع من الضعف الذهني، عندهم معناها كيما نقولوا احنا ذهنهم بسيط، بريسك أريري ديزون، وفيهم اللي بالعكس من جهة أخرى اللي ذكيين برشا قد ما يظهرش عليهم، ولكن الذكاء متاعهم يكون مخفي قد يظهر في بعض الحالات. فما برشا معناها شفنا افلام وكل سندروم داسبيرجي سورتو هذاك معناها اللي يظهر فيه نابغه، وهو معناها واحد معناها ثم حالات لمحاله من الطيف الاخر. دونك مش اطفال توحد كلهم اذكياء، ومش كلهم زاد معناها ببساطة ولا هما معناها ما عندهمش تفكير. دونك هي توا يبقى بعد البريزون شارج ولا الوقايه، الساعه الوقايه هي كانت تكون في المرحله اللي هي قبل الاشياء هذه، يعني اللي الأولياء يبدأوا متحضرين كونوا هذا نوع من المرض اللي قد يصيب الصغير، والوقاية مش تكون من الأول، يعني من اللي هو في بطن أمه المرأة تبدأ مهتمة بصحتها ومهتمة بروحها، والوقاية في المتابعة متاع العيادات اللي تعملها، في أكلها، في سلوكها في المحيط، يعني من الواحد كل. تو الولي اللي قاعد يتفرج فينا مدام أكيد يطرح السؤال، أنا ولدي إذا كان هو مصاب بالتوحد كيفاش النجم نتجاوز هالإضطراب هذا؟ شنية مراحل تدريب الصغير يعني؟ هذايا ما يدخلش في الإطار متاع الكونغري، هذايا راهو مرض التوحد حاجة كي سوتخيت معناها نداويوها بطريقة أخرى، معناها ما نجموش، قلت لك كما بكري قلت لك راهو ما نربطوش بين لي بيرتورباتور اندوكرينيان والتوحد. دونك إذا الصغير لا قدر الله معناها مريض بالتوحد، فما توت أن سويفي معناها كامل دو بسيكوموتور دو بسيكولوجيك اورتوفونيست اتسيتيرا. شنو تنصح الأولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا؟ ننصحهم معناتها نتلهيو بصغارنا برشا، خاصة في الأوتيزم يلزمنا نشوفو صغيرنا، معناتها ما نحطوهش قدام التلفزة، خاطر التلفزة من الصغرى إذا كان عنده دي بتي تخي تخليه يتعمق في التوحد نتاعو. ما نعطيوش الانترنت بكري، كيف هاك الانترنت وكل لي تابلات وكل التليفونات الكلها راهي تساهم في الصغير اذا كان عنده دي بتي تري، انا نقول دوتيست، والكل فما برشا عباد عندها دي بتي تري دوتيست، لكن يتتعدى ان ابيرسيو يكمل حياته. لكن المشكله في الصغار هذوما اللي مولودين باللي بتي تري هذوما، كيف تعطيه تابلات والا تحطه ديما قدام التلفزه ويتفرج على معناتها هاك لي شين نتاع لي زونفون، فريمون هذوك يساهموا برشا في ظهور التوحد نتاعو. انا نقول لهم لا، نرجعوا نحكيوا مع صغارنا، نكلموهم، هذيك هي فريمون باش تمنعوهم من برشا حاجات.